سنة 73 قدرت قواتنا المسلحة الباسلة تنتصر في حرب أكتوبر المجيدة، واستمرت مواقف الأهل الوطنية لرد جميل الوطن، وعقد مجلس الإدارة اجتماع طارئ وأصدر قرارات على مستوى الحدث. قرر النادي الأهلي فتح باب التبرع لجميع أعضائه مختلف أنواعهم، يعني لاعبين ومدربين وإداريين، وكله يتبرعوا لخدمة المجهود الحربي. في 73 كانت تستدعي نوع آخر من الاستعداد، اللي هو الدفاع المدني، اللي هو ندرب على التمريض، وهو ما احتضنه مجلس إدارة النادي الأهلي، وتحول النادي الأهلي إلى ثكنة وورشة لتدريب الناس على الدفاع المدني والتمريض. النادي الأهلي برضو كان لازم يبقى ليه دور لمساعدة الجيش المصري. طبعا كان في مصابين في الحرب، كان اللعيبة طبعا بما لهم من جماهيرية، مجلس إدارة واللعيبة بتاعت الفريق الأول ابتدوا يزوروا المصابين في المستشفيات عشان يرفعوا من روحهم المعنوية ويساعدوهم على تجاوز محنة الإصابة، وإنهم رجعوا تاني إن شاء الله بإذن الله في الصفوف الأولى للمعركة. والحقيقة المقابلات اللي احنا كنا بنتقابلها هناك روح معنوية غير طبيعية من الناس المصابين، كلهم طبعا بياخدوا صور مع اللعيبة المشهورة، وكلهم بيتمنوا انهم يتمثلوا للشفاء بسرعة عشان يرجعوا لأرض المعركة ويخوضوا الحرب تاني ويساعدوا الجيش المصري. مواقف الأهل الوطنية طوال تاريخه مهما كانت لا يمكن توفي للوطن حقه. الأهلي لما نشأ وقام بدوره في التمصير ومساندة مصر وجيشها كان بيؤدي واجبه تجاه الوطن. فالأهلي أنشأوا الشعور الوطني وكبر في ظل مقاومة الاحتلال. وفي سر نشأة الأهلي تبدو الوطنية الخالصة من تأسيسه مطلع القرن العشرين، والحس الوطني هو المسيطر على تصرفات أعضائه وقياداته، وهو الملهم لقراراته.